يعطيك العافيه. شكرا لك طارق قائد الازرق، الف مبروك ياسر القحطاني. يعني ما في شيء جديد ما شاء الله تبارك الرحمن، بطولات كثيره للهلال، هذه البطوله المحببه لكم. الحاله الفنيه ايضا كانت جيده بشكل كبير ايضا اليوم ياسر. الحمد لله رب العالمين. اولا واخيرا البطولات كلها ان شاء الله محببه لنا، ولكن هذا الكاس ايضا له طعم خاص بما انه اول كاس لاسم سيدي ولي العهد باسم الامير محمد بن نايف. نهديه جميع الجماهير الهلاليه. اشكر زملاء اليوم اللي كانوا قدموا مستوى كبير في المباراه، اثبت ان الهلال هو الهلال بمختلف اجياله، ولكن ان شاء الله ان شاء الله المستقبل القريب ايضا ان شاء الله حافل ان شاء الله بالانجازات. واضح ياسر من المباراه اليوم لعبت على جزئيات صغيره خاصه بال 20 دقيقه ضغط اهلاوي، يعني احرزتوا هدفين اعتقد انه اعطاكم راحه كبيره. ضغط هلالي قصدك؟ هلالي عفوا. نعم ضغط هلالي من بدايه المباراه، احنا نوينا اللي احنا ندخل المباراه ونخلصها من بدري، والحمد لله رب العالمين تحقق لنا المبتغى. طيب سؤالي الاخير، بما ان على وجه البطوله الاسيويه الاسبوع القادم امام الفريق الاوزبكي، شلون شايف هذه البطوله؟ ان شاء الله ان شاء الله الترتيبات ان شاء الله راح تبدا ان شاء الله من بكره، والتجهيزات ان شاء الله. كاس ثقيل؟ لا لا ممتاز يا زينه. شكرا لياسر القحطاني، مباشره الى الزميل ناصر الشيبان.